اهلا بكم الى موجز الاخبار من اون لايف. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف سلطان قابوس تجاه مصر، واشار الرئيس خلال لقاء رئيس الوزراء العماني لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود السعيد الى سعادته بزياره مسقط، معربا عن اعتزاز مصر بعلاقتها المتميزه مع عمان وتطلعها لتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على توفير مناخ جاذب للاستثمارات. اتهم مندوب سوريا لدى مجلس الأمن كل من واشنطن وباريس ولندن بتعطيل التحقيقات الدولية حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا. ونفى المندوب السوري خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا أن تكون بلاده استخدمت هذه النوعية من الأسلحة المحرمة دوليا تجاه المدنيين. بدأت الولايات المتحدة خفض قواتها في العراق عقب هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وأكدت مصادر عسكرية بالتحالف الدولي في العراق أن واشنطن تجري الآن عملية نقل الجنود والأسلحة والمعدات من العراق إلى أفغانستان، مضيفة أن عشرات الجنود الأمريكيين غادروا في رحلات يومية خلال الأسبوع الماضي. قال المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد الركن التركي المالكي إن الحوثيين يخرقون القانون الدولي بإطلاقهم صواريخ باليستية، وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي بالرياض استمرار دخول المساعدات إلى اليمن عبر جميع المنافذ البرية والجسر الجوي، متهما إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بالأسلحة لاستهداف الملاحة الدولية في مضيق باب المندب. اعتقلت السلطات التركية 573 شخصا من المشاركين في الاحتجاجات ضد العملية العسكرية التركية غصن الزيتون على عفرين شمالية سوريا، وشملت الاعتقالات بعض منتقدي الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي. وتقول تركيا إن تستهدف حزب العمال الكردستانية ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم داعش الإرهابي عبر تلك العملية. حصاد الأخبار على رأس الساعة.